بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حنتكلم عن الشيت أو مجموعة الأوراق. طبعا من الميزات اللي موجودة ببي ات اكس مايند إنها تمكنك من عمل مجموعة من البرين ستورم على شكل أوراق. يعني لاحظ هنا إيش مكتوب، شيت 1. فلو أنا ضغطت دبل كليك في المنطقة الفاضية هذه، لاحظ سوالي ورقة ثانية ورقة ثالثة ورقة رابعة. أقدر أشتغل على الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كل واحدة تعتبر ورقة وكأنها في مشروع واحد. أوكي، طيب الآن ممكن أنا أضغط على الورقة بالزر اليمين وأقول له rename sheet، يفتح لي على أساس إني أغيرها. أقول له الأخبار، لاحظ مثلا المقالات، أساس بسوي هنا المقالات، ممكن هنا المنتدى يعني، وأنت ماشي ممكن هنا التحميل الرقمي أو برامج التحميل. أوكي، فلاحظ هنا نقطة وهنا نقطة وهنا نقطة، فأقدر أسوي الشيت اللي هي مجموعة الأوراق، كل ورقة أقدر أسوي فيها برين ستور خاص. وهذه طريقة عمل الشيت أو الشيت أو الصفحات في الإكس مايند. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.